في الخبر الأول، اعترافات قاتلة طفلة الأحساء استأذنت لها ونحرتها بأرض فضاء. في هذا الموضوع معنا عصام الراجح وهو شاهد عيان. مرحبا بك عصام. مرحبا يا هلا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا شاهدت في هذه الحادثة؟ للأسف تجردت امرأة من إنسانيتها بعد أن أقدمت على قتل طفلة لم تتجاوز عمرها 6 سنوات، وقامت برميها في منطقة فضاء خلف عدة منازل بحي محاسن في مدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء. جاني اتصال تقريبا الساعة 9 من صباح يوم الاثنين بوجود جريمة قتل بالقرب من مقر عملي. ذهبت عند الموقع، رأيت جثة طفل بزي المدرسة مرمية على الأرض. حاولت الاقتراب أكثر لكن رجال الأمن منعني لحساسية الموقف وعدم رفع البصمات. حسب ما وصلني من معلومات أنه اكتشف أحد من المارة المواطنين الجانية وهي تقوم برمي الجثة، وتابعها بهدوء حتى تعرف على المنزل الذي دخلت فيه. بعد ذلك قام بإبلاغ الجهات الأمنية وباشر الهلال الأحمر موقع الحادث. وبعد تقريبا 10 دقائق علمت أن الجهات الأمنية حاصرت المنزل الموجود فيه الجانية. تم الإطاحة بالجانية في وقت قياسي حيث تم القبض عليها. نعم عصام، يعني كانت هي على ما يبدو ارتكبت الجريمة لا تريد أن تتخفى، يعني هل كانت تحاول أن تخفي آثار جريمتها؟ يعني ما أعتقد أنها تخفت، لأنها بعد ارتكاب الجريمة ذهبت إلى منزلها. طبعا هي زوجة الأب. الأب متزوج 3 زوجات، هي الزوجة الثانية، والطفلة المقتولة من الزوجة الثالثة. نعم، يعني كيف ردت فعل يعني الناس في المنطقة؟ بالتأكيد أنك والله كانت الموقف كان مؤلم وكانت فاجعة بالأحساء لدى الجميع. الموقف مؤلم جدا ومؤسف وبشع للأسف. طيب عصام، بالنسبة لقضية أن زوجة الأب جاءت وأخرجت الطفلة من مدرستها، يعني نظاما هل يجوز ذلك؟ هل هي محل ثقة لتعطى الطفلة؟ للأسف نظاميا لا، خروج الطفل أو الطفلة بهذا العمر لا بد أن يكون لدى ولي الأمر الأب أو ولية الأمر الأم. الآن الملابسات مدير التعليم الأستاذ أحمد بلغنيم أجرى تحقيق بطريقة خروج الطفلة، إلى الآن لم يصل إلى أي نتيجة للأسف. نعم، شكرا جزيلا لك عصام الراجح شاهد عيان في التعليق على خبر اعترافات قاتلة طفلة الأحساء. شكرا جزيلا لك.